الجماعة الأنفردية. إيه. نائب رئيس الجماعة الأنفردية. إيه. شنو هي اش المناسبة اللي عندنا اليوم هي. باش الفريق يعني يلعب هذا الماتش هذا داخل القاعة. اليوم كنا كنرقصوا اليوم كنرقصوا النادي المصري ديال الفنيسه باش يلعب في القاعة المقطط نظرا للحاجة ديالو نظرا انه من خارج الجامع الملكي لكرة اليد وعندهم مقابلة رسمية مع الرجاء الجزائري. ولهذا حنا ساعدناهم باش يلعبوا هنايا لانهم كنشجعوهم لان اول مره كتكون بطوله ديال كره اليد وهذا من الايجابيه ديال القاعه المغطاه بانه تخلق نادي اللي هو نصف مجموعه اللي منحار في الجامع الملكي لكره اليد وحنا كنشجعوه وهذا شرف لنا بانها تكون من بعد كره القدم العاب القوى اليوم كره اليد كتعطي انطلاقه ديال القاعه المغطاه ديال عين الفريق البلدي هو والمجلس البلدي في اطار السياسات ديالو ديال تشجيع الجمعيات وتشجيع المجتمع المدني اي فريق كنحار في الجامعات المنظمه تحت وزاره الشباب والرياضه حنا كنرقصوا ليها وكنتمنى كل المحليه باش نشجعوهم ولهذا حنا مستعدين نعطيو التراخي في جميع الجمعيات والانديه. ديالهم على اسم مستقبل ثلاثة تيمنا بالمستقبل الزاهر لهذه المنطقة. الإخوان قاموا واحد مجموعة ديال المجهودات حتى تم إخراج هذا الفريق إلى حيز الوجود بعد ما كانت فكرة الآن الفريق هو واقع وانخرط في عصبة ديال الدار البيضاء وتم قبول العضوية ديالو كذلك في الجامعة حيث سيمارس على صعيد القسم الوطني الثاني بالنسبة للجامعة في حد أخرى على صعيد الان انا كنرحب بالاخوان الجميع في البدايه كنتقدم بالشكر للمجلس البلدي وعلى راسهم السيد الرئيس اللي فتحوا لنا هذه القاعه اللي هي مفخره وملك جميع الزناتيين وشباب المنطقه الفريق الاول وكنتقدم بالشكر كذلك تقدم بالشكر للاخوه ديال اعداديه واد المخازن اللي فتحوا لنا ابواب المؤسسه وكان انطلقت النواه الاولى ديال الفريق من المؤسسه. في الاخير كنجدد النداء لجميع الغيورين على المنطقه بان الفريق الان ما بقاش ديال الاشخاص الفريق هو اصبح ملك للجميع. الفريق هذا خاصو الدعم كل لا مجلس بلدي ولا اعضاء ولا مستشفى ولا فعاليات ديال المنطقه ولا المجتمع المدني اللي بغى يساهم كل من عنده الرغبه في انه يساهم ويساعد فريق مرحبا به فالابواب مفتوحه للجميع وشكرا. بسم الله.
الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. إذن كما تلاحظوا اليوم يعني القاعة انهبطت مركب يعني ريادي في عيد الشهداء يعني كيعرف الشعب المشكل دابا ديال الصوت هاد شهد منطقة عيد الشهداء افتتاح القاعة انهبطت يعني الكائن بمركب ريادي في عيد الشهداء وهذه أول يعني بادرة يعني كتاخذها يعني أو يعني هي مبادرات كتاخذها يعني الجماعة ممثلة في رئيسها وأعضاء المجلس الذين يعني نكمل لهم كل الاحترام والتقدير ونشكرهم على مد يد العون والمساعدة وفتح يعني هذا المركب في وجه يعني هذا المولود الجديد يعني فريق كرة اليد يعني مستقبل زنتا كيعرف الولادة ديالو يعني مؤخرا وتحظى يعني بكل يعني الدعم من لدن كل يعني الفاعلين داخل المنطقة وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي الذي ربما يعني أعطى يعني التوجيهات ديالو على أن يرعى الفريق يعني وتعطى كل يعني الوسائل المتاحة من أجل دعمه إلى آخره. إذا ظروف التأسيس يعني كانت يعني ولادة يعني منذ سنة ولكن لم يعني تباشر تدريب بشكل يعني عادي إلا من ثلاث أشهر وكنشوفوا يعني الفريق الآن يعني ديال الفتيان فهو يشارك اليوم في أول مقابلة رسمية له في إطار العصبة ضد فريق رجاء البيضاوي ويعني نلاحظ على أن هناك يعني حضور مكثف بآباء وتلاميذ ديال المؤسسات باعتبار هذه الرياضة هي الرياضة يعني ديال المؤسسات والغاية من تأسيس هذا الفريق يدخل في إطار محاربة يعني مجموعة من الظواهر الشاذة محاربة مجموعة من البراكين ديال يعني ما يسمى بالروتين يعني اللي تعيش يعني ظروف مزرية وقصة المنطقة يعني ما زالت يعني تحتاج إلى فرق أخرى يعني في أنواع ريادية أخرى. إذا هذه كانت بداية ديال تأسيس فريق كرة اليد ونتمنى من كل فاعلين جمعويين أن يحدوا حدونا وأن يتجهوا صوب يعني تفعيل المجال الريادي لأنه مجال يعني قريب إلى قلب الشباب ديالنا وقلب يعني الفتيان ديالنا ويعني ليس ذلك بعسير إذا توفرت إرادة توفرت النوايا الحسنة فنمد أيدينا إلى هذا الشباب ونقيهم يعني براتين الانحراف ويعني بعض عادات سيئة وشكرا.